السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى وسوف نتحدث عن قرعة الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم قطر بالنسبة للمنتخبات الإفريقية. طبعا قبل قليل أجريت القرعة، وأسفرت هذه القرعة عن مواجهات نارية، مواجهات قوية بين عملاقي أو منتخبات كبيرة في القارة الإفريقية. مباراة الجزائر ومباراة مصر مباراة قوية. سوف نتعرف عن ما أسفرت عليه القرعة. طبعا قبل البدء في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلكاكو جديد، ولنمر إلى التفاصيل والتحدث وتفاصيل هذه القرعة التي أجريت قبل قليل في الكاميرون. وللبداية مع المباريات التي أسفرت عنها هذه القرعة، شاهدنا مواجهة صعبة للغاية ومباراة قوية بين عملاقي في القارة السمراء على غرار المنتخب الجزائري والمنتخب المصري والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب المالي. سوف نرى الآن ما هي المباراة التي أسفرت عنها القرعة. فأسفرت القرعة عن المباراة الأولى، وهي المنتخب السنغالي ضد المنتخب المصري، من أقوى المباريات في هذه القرعة. مباراة سوف تكون حارقة، مباراة قوية بين منتخبات قوية في القارة الإفريقية اللي هو السنغال ومصر. فيما المباراة الثانية أسفرت عن الجزائر ضد المنتخب الكاميروني. نتمنى أن يكون الجزائر في أفضل أحواله في هذه المباراة، مباراة فاصلة للتأهل إلى مونديال قطر 2022 بالتوفيق للمنتخبات العربية. وكذلك هذه المباراة مباراة صعبة للغاية. المباراة الثالثة غانا ضد نيجيريا، كذلك مباراة صعبة بين الفريقين وبين المنتخبين. والمباراة الرابعة لدينا المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطي، كذلك مباراة صعبة وليس بالمباراة السهلة. والمباراة الأخيرة لدينا تونس ضد مالي، كذلك هي مباراة صعبة لأن 10 المنتخبات التي تأهلت منتخبات قوية. هذه هي قرعة اليوم. لا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.